هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. بتشوف فيديو اليوم. طبعا اليوم الفيديو مره حلو لانه طلب مره كثير، وكمان مجهزت لكم مفاجاه مره حلوه. فيديو اليوم حيكون مشتريت من شيئين. اغلب اللي يتابعوني دحين يعني يمكن في سني، يعني زي الملابس ما احس اني القى نفس جوي كثير بره، بس اني القاها في شيئين. ففيديو اليوم حيكون مشترياتي من شيئين، وراح اوريكم اشياء مره حلوه. قبل ما نبدا، هذا الكود حقي لازم تستخدموه، عارفين ليش؟ لانه يخصم لكم 15%. متخيلين كيف؟ دحين خليني اشرح لكم بعض التفاصيل يمكن البعض ما يعرفها. اول شيء نحمل برنامج شيئين، لو كتبناه بالعربي او بالانجليزي حيطلع لنا في كل الحالتين. اختاروا البلد والمنطقه واللغه اللي تبغوها والعمله، زي انا السعوديه فراح احط الاس ار. طريقة تسجيل الحساب، اضغطوا على الحقيبة بعدين حطوا حسابي او تسجيل، واختاروا طريقة التسجيل اللي تحبوها، زي مثلا رقم الجوال حتحطوا رقم جوالكم، بعدين يجيكم رمز وتحطوه. بس ده طبعا شيئين كل يوم بينزل عروض، زي اليوم عندهم متعة اليوم العائلي، خصومات تصل حتى 70%. بعد ما اخترت الاشياء اللي ابغاها احط الدفع عادي. خليني اقول لكم طرق الدفع كيف. في دفع عند الاستلام، دحين بقول لكم البطايق اللي تخصم 5%، زي بطاقة الائتمان، بطاقة الباي بال، وبطاقة الابل باي. حوريكم كيف تحطوا الكود عشان يخصم لكم الطلبية ويصير مرة رخيص. دحين حط التطبيق القسيمة، حط الكود حقي في البحث اللي فوق اللي هو جوجو X5. شايفين كيف مرة سهل؟ حط التطبيق، يعني الحساب كان 450 صار 385، شايفين الفرق؟ بعد ما اخترت العنوان وحطيت الكود حطي تأكيد الطلب وخلاص. يلا نكمل الفيديو، مشاهدة ممتعة. جايز مرة متحمسة. قبل ما نبدأ، متخيلين انه شيئين ينزلوا 1000 قطعة في اليوم؟ وكمان عندهم ملابس لجميع البشر، يعني ممكن عندهم ملابس للأطفال، عندهم ملابس للكبار، ملابس للمراهقات اللي زيي يعني وكذا، وعندهم برضو ملابس للرجال، الأولاد الصغار، البيبي، كلهم عندهم. عندهم مكياج، وعندهم برضو ملابس للحيوانات، وكل شيء عندهم. بالمختصر اي شيء تبغوه نفسكم فيه روحوا شيء تلقوه على طول. او ماي جاد، ما اعرف من ايش ابدا. قبل ما نبدا، كل القطع حتكون روابطها وارقامها في صندوق الوصف، ولا عليكم تسووا تضغطوا على الرابط او تحطوا الرقم في شيئين وعلى طول راح تطلع لكم القطعه. ويلا كملوا الفيديو. طبعا اللي يعرف طريقتي في الانبوكسنج حيعرف ايش حسوي دحين. فيلا عندنا شيئين. هذه سلسلة، ايوه سلسلة، شكلها مرة حلو. شايفين كيف تكون ثلاثة مع بعض؟ هلبسها مع احد من الملابس عشان اوريكم هي بشكل اوضح. اوكي، ثلاث خواتم. انا برضو عشق الخواتم بس النوع اللي يكون كويس، فاهمين؟ شايفين كيف جمالها؟ اهم شيء انها تجي على اصبعي، اهم شيء هذا اسس سجود شكر. دقيقة، صراحة يدي ايش في كف اصابعي مرة صغيرة. او ماي جاد، ذا مره فخم. واو، هنا احلى. واو، اقسم بالله فخم. شايفين كيف؟ شايفين كيف جمال الخواتم؟ اوكي جايز، يلا نسوي طريقه. شكلات هذه القطعه، يلا نشوفها. اوكي، جاي على مقاسي، هذا احسن شيء. يلا نجرب القطعة. شايفين كيف جمال القطعة؟ لسه تنفع، يعني مثلا خرج على طول، ممكن لعزيمة او اي شيء، فصراحة تموت. وهذه من قدام برضه معطيه هذا الشيء تفصيل مرة حلو. القطعة الثانية، يلا نشوف. هذا البنطلون عنده نفس ذوقي فخذوه. جايز شوفوا، لو ما تعرفوا معلومة عني، انا مرة احب البناطيل اللي في النهاية يكون زي كذا. هخليها على جنب عشان من القى تيشرت احطه معاها. القطعة الثالثة، اوكي، هذه البلوزة من جد تموت. انا بس شفتها في الصورة ومرة تحمسني البسها، ما اتحمل، بروح اجرب على طول. بلوزة قماشها فاهمين هذاك الحرير، ونفس الوقت مرة مريحة.
زي ما قلت لكم بطلان اسود لايت مع كل شيء تقريبا اشتريته. احلى حاجه مثلا لو كبرت شويه شوفوا كيف يعني القماش حيجلس معي لين بعد مليون سنه. غطيتهم. ابغى اجرب هذه دحين بسرعه. يلا يلا جايز شايفين جمال القطعة كيف؟ صراحة ما توقعت انها بتطلع يعني مرة حلوة قد كذا. عند اخر البلوزة في هذه القطعة مرة حلوة. يلا قطع اللي بعدها. ايش هذا؟ دقيقة هذا اللي في النهاية فيه هذا حق اليد فهمين؟ ماي جاد قماشة مرة حلو فهمين ذا القماش اللي زي الحرير. اموت ولا اموت؟ بسرعة اموت ولا ما اموت؟ زق ماشها مرة حلو ومريحة ترى خفيفة بس انها مرة مريحة. شايفين كيف دحين طلعت موضة اللي هي تكون بلوزة طويلة وفيها هنا فتحة فمرة حلت اللبس بشكل يعني بدل ما انه يكون كذا صارت كذا مرة حلو. اوكي يلا ايش ذا؟ بلوزة اول شيء قماشها حلو وهذا ازرار عادي بس ما ينفك عشان لا تجيبوه جاكيت وكذا. عجبتني ولبستها مع بنطلون جينز. رابط البلوزة حتلقوها في صندوق الوصف. بقيت لنا القطعتين يلا خلاص نطلع على الشارع. اوكي ذا الفستان. معلومة ثانية انا مرة احب الفساتين اللي فيها دانتيل اللي زي كذا تموت. ابغى اجربه دحين يلا نجرب. غيرت تسريحة شعري مرة لايق مع كل شيء معي. تسريحة بلو لايق فستان هذا صيفي وصراحة احسه يناسب للبحر وللشاليهات وذا الجو وبرضه يناسب صراحة عزيمة. انا ممكن البسه ثاني يوم العيد شيء زي كذا بس انه برضه ينفع للعيد صراحة. رابط الفستان تلقوه في صندوق الوصف. مرة كشخة شوفوا كيف. او ماي جاد انا بجربها برضو دحين. جايز بالذات دي القطعة حبيتها علي بشكل لان احس اقدر اروح فيها اي مكان ممكن اروح جامعة حفلة اي شيء فحسها حتكون مناسبة في كل الحالتين. لا في قطع قطع يعني مرة يجوز. شوف هذه القطعة يلا. هلبسه مع البنطلون الاسود. شوفوا كيف الهودي مره يموت. لبست معاه البنطلون الاسود اللي وريتكم هو وحرفيا لاق مع اغلب الملابس فشوفوا كيف. انا قاعده ابكي من الاشياء انها مره تجنن. طيب هذا الوحيد اللي ما عرفت ايش ذا بس يلا نشوف. شوفوا برضو معلومة ما ادري كم بس ان انا احب الشنط اللي تكون كذا فصراحة قماشها مرة حلو. خلينا نشوف النظارة يلا. حلوة حتى هذا شوفوا كيف ثقيل يعني فاهمين ما ينكسر على طول. اتعب وانا اقول النظارة هذه بروح تجلس معي 50 سنة قدام. طبعا تيجي في علبة زي كذا عشان ما تنكسر. اوكي جايز كذا خلصنا فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم وكل روابط القطع راح احط لكم اياها في صندوق الوصف بس اضغطوا على الرابط وعلى طول حيوديكم على نفس القطعة حقتي. اكتبوا لي في الكومنت اذا حبيتوا الفيديو هذا واسوي لكم جزء ثاني وثالث وخامس وسادس ومليون وتريل مليون وبليون كل شيء. ولا تنسوا انكم تستخدموا الكود حقي برضه حطه لكم على الشاشه يخصم لكم 15%.
بس مع السلامة.